صباح الخير لكم زملاء داخل الاستوديو، صباح الخير لكل متابعي ومحبي قناة زاكروس. ملتقى حول كهف شندار الذي أقيم من قبل كلية العلوم الإنسانية قسم الآثار في جامعة دهو، كونوا معنا بهذا التقرير. يعد كهف شندار من أقدم وأكبر الكهوف المكتشفة في إقليم كردستان وسائر المنطقة. اكتشف هذا الكهف من قبل العالم الآثاري رالف سلوكي سنة 1951، جرى التنقيبات الأثرية فيها واستمرت إلى عام 1960. تمخض عن هذه التنقيبات الكثير من النتائج المهمة حول إنسان شندار الذي كان يتميز عن بقية فصائل الإنسان بدهائه وبذكائه وبإحساسه أيضا، حيث أنه تم العثور على بقايا الورود، إذ أن إنسان شندار دفن مع موتاه الورود، وهذا يدل على أن الإنسان كان له شعور وكان له أحاسيس، وأيضا اهتم ببقايا رفاقه وكان على شكل جماعات يعتمدون على الصيد وجمع والتقاط أثمار الأشجار. كهف مشهور لأن تم اكتشاف إنسان النايندرتال فيه، ولكن الاكتشاف الأخير أثبت أنه هذا الإنسان أو كان أقدم من الإنسان الذي عثر عليه في سنة 1950 أو إلى حد 1960. الإنسان الحالي أو الجمجمة الأخيرة، الاكتشاف الأخير للمرأة النايندرتالية، اكتشاف كبير ليس على مستوى الأقليم والمستوى العراق بل على المستوى العالمي أيضا. نعم مشاهدينا، كي توصلنا معكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم لبرنامج نسمة زاكروس، كنت معكم أنا إيمان عبد الكريم من دهوك، والعودة لكم استديو.